الله يحفظك عليك. سلام طلعت على المطار زي اي مشجع اهلاوي، طلعت ابى استقبل لعيبه النادي الاهلي، بالعكس استقبلني عفت عسير والكابتن عقيل والكابتن وليد بخشوين. تفاجات لما جيت اتصور مع عمر سومه، جاء قال لي اخذ الجوال مني ورماه وغلط علي. هنا اللي خلاني شيء اللي انقهرت انه لما شال الجوال ورماه بعيد، الحين جوال مطفي ما ادري ايش فيه. بس انا حبيت اوضح لكم هذا الشيء، وحبيت بوضح لكم حاجه ثانيه. في ناس يقولوا انه انا اخذت جوال عمر السومة، انا لا اخذت لا جوال كابتن عمر ولا شيء، كنت اصور بجوالي فجاه شال جوالي ورماه وغلط علي. هذا الشيء اللي حبيت اوضح لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.